بدأ اليوم تطبيق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، والتي تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة من 15 إلى 25% والسيطرة على الزيادة في الأسعار، خاصة أسعار المنتجات الغذائية. تأتي المبادرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر والزيت والأرز، إضافة إلى إعفاء السلع التي تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين بشرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية. وشدد جهاز حماية المستهلك على أن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، حيث تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين واختراق حساباتهم البنكية، مناشدا المواطنين بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم. يواصل قطاع البترول زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في جميع ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين. وخلال افتتاح محطة كارغاز العجمي بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول يعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة. أكدت مصر أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة للحد من حالة عدم التيقن واستعادة ثقة المستثمرين. وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بمدينة مراكش، أشار وزير المالية إلى اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 33.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار في العام السابق له. وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من تركيا انخفضت بنسبة 6% مسجلة 3.72 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021. وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 14%. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار المخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد نقصاً بالفعل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 65% إلى 90.89 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 75% إلى 87.69 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 5.44% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.23% لتسجل 3.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. عرض وزير المالية الألماني كريستيان ليندن على بريطانيا إقامة علاقة اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، موجهاً الدعوة لإجراء محادثات حول كيفية تقليل العقبات التجارية. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير من عام 2020، كما غادرت الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية في يناير من عام 2021، وخرجت من قائمة العشرة الأوائل لشركاء التجارة الخارجية لألمانيا.